بسم الله الرحمن الرحيم. رياض ومدارس الوطن العربي، أهلا بكم أعزائي الطلاب. اليوم سنقوم بعرض بعض أسئلة المراجعة لأسئلة تم شرحها سابقا، وبعد ذلك سنقوم بالتعرف على كيفية كتابة مسائل لفظية على جدول الخمسة، وماذا نطلق على جدول الخمسة حتى نستطيع كتابة قصة له أو مسألة لفظية لهم. أولا عزيزي الطالب، ضع جملة الضرب المناسبة لما يلي: 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. أقوم بعد الخمسات الموجودة في السؤال: 1 2 3 4. إذن أقوم بكتابة الرقم 4 في المربع الأول. ضرب 4 ضرب، ما العنصر المتكرر في كل مرة؟ إنه 5، العنصر المتكرر في كل مرة. وأربعة ضرب خمسة يساوي، أربعة ضرب خمسة يساوي 20. إذن أربعة ضرب خمسة يساوي 20. انظروا إلى مجموعات الرسم لدي، كم مجموعة لدي؟ مجموعتان. إذن أكتب 2 ضرب. كم عنصر داخل المجموعة؟ 1 2 3 4 5. إذن أكتب 5. 2 ضرب 5 يساوي 2 ضرب 5 يساوي 10. أحسنتم. 7 5، الرقم الذي أقرأه بالبداية 7، أكتب 7. 5، إذن أنا أعد 5، أكتب 5. وسبعة ضرب خمسة يساوي، سبعة ضرب خمسة يساوي، نعم أحسنتم، 35. الآن سنتعرف على المسائل اللفظية على جدول الخمسة وكيفية كتابتها. جدول الخمسة أعزائي الأطفال أسميه جدول الصلوات الخمس. جدول الخمسة جدول الصلوات الخمس. قمنا سابقا بتسمية الجداول لتسهيل عملية كتابة المسائل اللفظية على الجداول، فأسمينا جدول الاثنان بجدول أعضاء جسم الإنسان، بحيث أسأل كم عينا، كم أذنا، كم يدا. هذه أعضاء موجودة في جسم الإنسان تحتوي على جزئين، لذلك هي في جدول الاثنان. جدول الثلاثة قمنا بتسميته بجدول الإشارة الضوئية، بحيث أن في الإشارة 3 أضواء. أما جدول الأربعة فقمنا بتسميته بجدول الحيوانات التي لها 4 أرجل، 4 أرجل جدول الحيوانات. أما جدول الخمسة فهو جدول الصلوات الخمس، بحيث أن المسلم كما أخذنا في مادة التربية الإسلامية، المسلم يصلي 5 صلوات، أليس كذلك؟ في كل يوم يصلي المسلم 5 صلوات، ولذلك أسمينا جدول الخمسة بجدول الصلوات الخمس. دعونا نتعرف كيفية كتابة مسائل لفظية على جدول الخمسة لبعض جمل الضرب. مثلا 6 ضرب 5، أقوم بكتابة السؤال كالتالي: 6 ضرب 5. لأتعرف على جدول الخمسة، أنا في جدول الخمسة، بداية السؤال سيدلني على الجدول الذي أنت فيه. كم صلاة، كم صلاة؟ إذن أنت في جدول الخمسة. إذا سألت كم صلاة، إذن أنت في جدول الخمسة. كم صلاة يصلي المسلم في كم يوم؟ كم صلاة يصلي المسلم في كم يوم؟ أنا لم أطلب يوم أو يومان أو 3 أو 4، أنا في المسألة قلت 6 ضرب 5. كم صلاة؟ معناها أنت في جدول الخمسة، انتهينا. في كم يوم؟ 6 أيام. كم صلاة يصلي المسلم في 6 أيام؟ كم صلاة يصلي المسلم في 6 أيام؟ 6 ضرب 5 يساوي كما نعلم 30. إذن
يصلي المسلم في 6 أيام 30 صلاة. كم يصلي المسلم في 6 أيام؟ كم صلاة يصلي المسلم في 6 أيام؟ الآن كم صلاة يصلي المسلم في 9 أيام؟ كم صلاة يصلي المسلم في 9 أيام؟ كم صلاة تدل على أنك في جدول 5؟ 9 أيام. استخدمت الرقم الأول، يجب أن نستخدم الرقم الأول، يوجد كي يساعد جدول 5 في المسائل اللفظية أيضا. 10 ضرب 5، كم صلاة يصلي المسلم في، نعم، 10 أيام. كم صلاة يصلي المسلم في 10 أيام؟ كم صلاة يصلي المسلم في 10 أيام؟ هذه كيفية كتابة المسائل اللفظية على جدول 5. ممكن أن تأتي جملة لفظية أخرى، 8 ضرب 5 مثلا، كم صلاة يصلي المسلم في 8 أيام؟ 4 ضرب 5، كم صلاة يصلي المسلم في 4 أيام؟ وهكذا. أعزائي الأبطال، واجب اليوم الثلاثاء تسميع الجداول السابقة 1 و2 و3 و4 و5، بالإضافة إلى الواجب التالي، اكتب مسألة لفظية لكل مما يلي يا بطل، 3 ضرب 5، 8 ضرب 5، و5 ضرب 5. ولا تنسى أن جدول 5 هو جدول الصلوات 5.